بس الناس تخاف تصير حارس مرمى هالسكات. اي من اللوم اللي ما عنده قلب هاكبره وما ما يتقبل الجمهور والنقد من اللي يصير حارس احسن ولا يصير لاعب احسن. لا يصير لاعب احسن اذا انا ما اتحمل الجمهور على الملعب مقبط يصيح عليه. يعني شنو دب تشوفه اطلع انا لازم اتحمل. لعد لازم هو شلون تحت الضغط لازم هنا يبرز اللاعب او يبرز الحارس. زين اذا انت من هاي ما توقف بالمرمى وانت تخاف وتفكر ان يحجون علي وتفكرون يحجون لا توقف ولا توقف لا تنزل بالملعب اصلا لا تلبس الريز اصلا يعني. طيب خلي نستعرض مسيره المنتخب الوطني في بطوله اسيا على مدار مشاركات المنتخب الوطني مع الزميل